الأستاذة وفنانة أسماء بن زاكور اللي كذلك حاضرة هنا لاستقبال جلالة الملك. غادي ناخذوا الابتسامات ديالها ونعرفوا يعني الحمد لله الفرحة مرسومة في العينين ديالها أكيد، وغادي نسمعوا الابتسامات ديالها. أختي أسماء تفضلي. شكرا. أول حاجة بعدا يعني صراحة ملي لقيناك هنا وسط هذا الحشد هذا ديال الفاعلين الجمعويين، يعني حسينا بانه الحمد لله الملك عزيز على الجميع الحمد لله. طبيعة الحال عاش الملك، الله ينصر الملك ديالنا، الله يحفظه لينا، الله يخليه لنا. السلام عليكم، معكم الفنانة أسماء بن زاكور ورئيسة جمعية عبد المولى السياسي لإبداعات بلادي. سعداء متواجدين باش اليوم تحضروا إن شاء الله الزيارة الملكية. الله يحفظ لنا سيدنا، عاش الملك، دائما شعارنا الله الوطن الملك.